اكسلنس صاحب السمو جنتلمان اصحاب السعاده ايها السيدات والساده زملائي القاده His Highness Sheikh Mohammed bin صاحب السمو سيد آل نهيان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيد الأمين العام ونحن نجتمع هنا في دبي علينا أن نقدر أن وجود حوالي 200 أمة هنا يرفع الصوت ويدل على حجم هذا الحدث العالمي وهو يدل على الاعتراف العالمي بحجم التحدي العالمي أمامنا اليوم فتغير المناخ مسألة تحدد عصرنا هذا وهذا المؤتمر يؤكد على التزامنا المشترك لمواجهة التحدي بشكل يتجاوز الحدود ويؤثر على كل أوجه وجود البشر ويحتاج لرد متسق وملح الواقع واضح وفقا لآخر بيانات صادرة عن الأمم المتحدة إن لم يحدث تحول جذري في أنماطنا الاقتصادية والصناعية فنحن نسرع نحو مسار يقودنا لعالم درجة الحرارة فيه أعلى بثلاث درجات مئوية الأدلة واضحة في آخر 10 أشهر من هذا العام وجهنا 86 يوما ازدادت فيها درجات الحرارة إلى ما فوق 1.5 درجة فوق المستويات قبل الفترة الصناعية بالإضافة إلى ذلك انبعاثات غازات التدفئة لم تنخفض بل ازدادت وتصل إلى 57.4 جيجا طن من موازي ثاني أكسيد الكربون هذا أعلى مستوى تصل إليه الأزمة المناخية وكل هذه الزيادات شهدتها دول مجموعة الـ20 هذه الأزمة لا يجب أن تعتبر كتهديداً